مرحبا، حكينا لكم من قبل عن مدينة السلمية وجمال طبيعتها وعذوبة مياتها، مشان هيك ما منستغرب انه تكون اول مدرسة زراعية بسوريا بمدينة السلمية. بدكن تعرفوا شو هاي المدرسة وشو قصتها؟ خليكن معنا. المدرسة المعروفة اليوم باسم الثانوية المهنية الزراعية هي أول مدرسة زراعية بسوريا، تأسست سنة 1910 لتستقبل العشرات من أبناء المحافظات السورية والبلدان العربية المجاورة مثل فلسطين، العراق، الأردن ولبنان، وتخرج منها عدد كتير كبير من الأسماء يلي ساهمت بتدعيم النهضة الزراعية والسياسية والثقافية العربية مثل الرئيس السوري السابق أديب الشيشكلي، والأديب والكاتب محمد الماغوط، والشاعر أحمد الجندي، والمؤرخ الكاتب اللبناني وصفي زكريا. قصة المدرسة بلشت قبل أكثر من 100 سنة، وبالتحديد سنة 1907 وقت استأجروا أهالي المنطقة بناء مكون من طابقين ليعملوا مدرسة زراعية. تم تخصيص الطابق الأول لتدريب الطلاب على الدروس العملية، أما الطابق الثاني فكان عبارة عن مكاتب الإدارة وقاعات التدريس. بس هي المدرسة كانت مؤقتة لأنه أهالي السلمية كانوا عم بيجمعوا مصاري ليبنوا بناء ثاني مخصص ليكون مدرسة، وفكرة جمع المصاري كانت مبلشة من قبل استئجار المدرسة بسنة، يعني سنة 1906. بس المصاري اللي انجمعت تمت مصادرتها من قبل السلطات العثمانية على إيد ناظم بيك متصرف مدينة حما بحجة محاولة تهريب النقد الذهبي لخارج أراضي السلطنة، وهيك صادر ناظم بيك الأموال اللي انجمعت وحطها بصندوق المتصرفية بمدينة حما، واتصل بوالي دمشق يلي خبر حكومة الباب العالي بقضية الأموال المصادرة. أصدرت الأسيتانا فتوى بعدم إدخال هي الأموال لخزينة الدولة على اعتبارها أموال زكاة وصدقة، وما بيصير حسب الشريعة الإسلامية مصادرتها أو احتجازها. بس والي دمشق ما عجبوا الحكي، وبعد عدة مراسلات بينه وبين الباب العالي التركي اتفقوا على تخصيص هي الأموال لإقامة مشاريع تنفع البلد وأهل البلد. ومن هون اجت فكرة بناء الثانوية الزراعية بالسلمية كحل لمشكلة الأموال المصادرة، وبعدها تم استئجار بناء مؤقت لبينما تم جمع المبلغ الكافي لبناء بناء جديد مخصص للمدرسة الزراعية يلي تم افتتاحها بشكل رسمي سنة 1910، واستمر التدريس فيها لسنة 1930 يلي صدر فيها قرار بإغلاق الثانوية وتخريج آخر دفعة منها سنة 1933 وتحويل الثانوية لمركز إعادة تأهيل الخيول. بعدها وأيام الاحتلال الفرنسي تم تحويلها لمستودعات تخزين الحبوب يلي بتتصادر من الفلاحين، وبسنة 1943 تم افتتاح الثانوية من جديد. بسنة 1947 صارت مدرسة متوسطة زراعية، وبسنة 1959 تم تحويل المدارس المتوسطة الزراعية ومنها المدرسة الزراعية بالسلمية لمدارس ثانوية زراعية بموجب قرار بيتضمن إلغاء المدارس المتوسطة الزراعية وتحويلها لمدارس ثانوية زراعية. ومن يومها لهذا اليوم المدرسة معروفة باسم الثانوية المهنية الزراعية. هيك رغم تسكيرة وفتحة من جديد عدة مرات ظلت المدرسة تدرس المواد الزراعية وتربية الحيوانات، وحافظت على مكانتها ومستواها. إذا بتعرفوا معلومات تانية عن هاي المدرسة شاركونا إياها. سلام.